شايف ان في المجمعات الاستهلاكية كمية كافية من السكر ولا بتواجه مشكلة في حصتك في السكر؟ هو بصراحة هو في سكر بينزل في المجمعات الاستهلاكية، بس بتختفي اوام. ليه بقى؟ اللي جاره مثلا، يعني مثلا انا هنا المجمع الاستهلاكي، جمعية استهلاكية جنبية، واحد جاري مثلا عارفني ياخد، بدل ما ياخد مثلا كيس بياخد 10. طبعا في مشكلة كبيرة. السكر النهارده بيتباع ب 9 جنيه، والتلفزيون بيتكلم حضرتك، بيقول لك ده في هناك في هايبر وكارفور ب 5 جنيه، وكله بيضحك على كله. فيها إلا ما نستحمل شهر ولا شهرين أزمة سكر، إيه اللي هيجرى؟ لا مفيش أي مشكلة فيه، لا نهائي. في الفئة التمويلية، ليها حصة تمويلية، مفيش مشاكل. إحنا عبر 4 أفراد. بياخد كيلو. بيكافئ مفيش اي حاجه. حكايه ازمه السكر والحاجات دي بتبقى ايه مش حكايه رقابه، لا حاجه بتتقال فكله بيرددها، وكله بيجري بقى عايز يجيب ال 20 كيلو ب 30 كيلو ويبيعها في سوق السوداء من الاخر يعني. طب اللي بياخد سكر دوت من التمويل، في ناس ما بتاخدش تمويل، هيعيشوا ازاي؟ يجيبوا كل السكر منين؟ والله اخش كده اي سوبر ماركت، لو لقيت السكر فيه بحساب ب 8 ونص. مشروع التومين ده بتاع البطاقه ده مشروع فاشل، ظلمنا الناس، فرحت بيه من غير فلوس، بس للاسف احنا بنعاني منه. انا 4 افراد كنت باخد 8 سكر، 8 رز، 6 زيت، كان بيبقى في بيتي، وتاني شهر كان بيزيدوا وكان بيتكسر عندي. دلوقتي انا بروح ما بلاقيش، بلاقي زيت غالي ب 13 ب 15 ب 18. طب انا اخد ايه ب 60 جنيه؟ بنطر اخد حاجتين ما لهمش لازمه وامشي. طول الشهر بقى بشتري من بره حاجات غاليه، السلعه غاليه، انا بيتي خربان في الموضوع دوت. اخر مره كنت شاريه ب 50 جنيه الباكيته، انا ببيع لا كان ب اللهم صل على النبي، كان ب 45 جنيه. كنت ببيعه ب 5 جنيه، لما غلي كده ونزل قرار ان اي حد هيلاقي عنده كيلو سكر بيتباع اقل من 5 جنيه، اغلى من 5 جنيه، يتحبس وتعمل غرامه 40,000 جنيه. انا بطلت اجيبه اصلا. الموضوع كله موضوع ثقافه استهلاك. الناس لما بيحسوا ان في حاجه هيحصل فيها هتقل، فالكل بيتكالب ويروح وياخد ازيد من حقه ويخزنها، موجوده في كل حته. بقينا عاملين زي الفيلم بتاع عادل امام، الحق في زيت في الجمعيه، يجروا على الجمعيه. اما لو هو مثلا في واحد جاره مثلا عارف بياخد شقاره وبياخد 2 بما يرضي الله يعني.